إنها اللحظات الحاسمة. مساء الخير وأهلا وسهلا بكم، تحياتي لكل اللي بدأوا معنا حلقة جديدة من السادسة، حلقة البطولة. 4 ساعات بتفصلنا عن بداية رحلة الأهلي بإذن الله لحسم اللقب رقم 11 في تاريخه وتتويج ببطولة جديدة في تاريخ مشواره في دوري الأبطال. كورة، هنتكلم كورة، خطة، تشكيل، مفاتيح لعب هنا وهناك، فاندن بروك، مارسيل كولر، الشحات، كهربا، تاو، شريف، حمدي، تيانج، مروان، معلول، هاني، شناوي، ياسر، منعم. كتيبة النادي الأهلي النهاردة كلها جاهزة، ومن الصبح من ساعة ما فتحت عيني لغاية اللحظة اللي قابلت فيها حضراتكم مفيش كلام ومفيش حديث إلا وبيدور عن المباراة المنتظرة النهاردة بالليل. الأهلي هيلعب إزاي؟ كولر هيهاجم ولا هيدافع؟ إيه هو التشكيل الأفضل أو التشكيل المثالي؟ إيه هي نقط ضعف فريق الوداد؟ إزاي الأهلي يقدر يسجل؟ إيه سيناريوهات المباراة المتوقعة؟ الناس كلها، العالم كله الحقيقة النهاردة في مصر مشغول بمباراة الأهلي، وده طبيعي. الأهلي النهاردة والله العظيم بيلعب باسم مصر، وفرحة المكسب النهاردة مش للأهلاوية بس، فرحة المكسب النهاردة للمصريين كلهم. بحب الأهلي وبشجع الأهلي طول عمري، وأكيد وطبيعي جدا بفرح لما الأهلي يفوز، لكن دلوقتي بقى جزء من فرحتي إنه ولاد بلدي يقضوا ليلة سعيدة، ولاد بلدي الفرحة تدخل قلوبهم. وصدقوني ده ينطبق على الأهلي، قسما بالله ينطبق على الأهلي وعلى أي فريق مصري بيلعب باسم مصر بره. مش طبيعي جدا ومش طبيعي أبدا ومش طبيعي خالص إنه أنا أتوقع أو أتمنى الفرحة للغريب عن إنه ولاد بلدي يفرحوا حتى لو ما كانوش لابسين تيشيرت النادي الأهلي. ده الطبيعي وده اللي إحنا تعودنا عليه. خد بالك إنه تشجيعك أو تشجيع أي جمهور للأهلي لا هيزود ولا هيقلل، لكن نتمنى في النهاية الفرحة لمصر وخصوصا الأهلاوية. النهاردة في كورة، في 90 دقيقة كورة، 90 دقيقة تكتيك، و90 دقيقة أدوار دفاعية وأدوار هجومية، و90 دقيقة مباريات ومواجهات فردية ومواجهات جماعية. لكن خليني أقول لك إنه النهاردة مباراة تلعب على التفاصيل، إنه النهاردة زي ما في اهتمام بالجانب الفني والجانب المهاري والجانب التكتيكي، الأهم يمكن ويجي بالنسبة لي في المرتبة الأولى التركيز والهدوء والثبات الانفعالي. الفريق اللي هيقدر يعمل ده لمدة 90 دقيقة يقدر يكون في كامل تركيزه، يقدر يكون عنده مستوى من الهدوء والثبات الانفعالي اللي يخليه ما يطلعش بره حالة التسعين دقيقة، هو الأقرب للمكسب. والمكسب النهاردة بالنسبة للأهلي بإذن الله فوز أو تعادل. أنا أطمع وأتوقع إنه الأهلي إن شاء الله يرجع من كازابلانكا كسبان ويكرر فوزه، لأنه جدير بده، مش حبا في الأهلي، لكن أنا شايف إنه الأهلي بالموسم وبالمستوى وبالأرقام اللي قدمها الموسم ده هو الأقدر بالتتويج باللقب الأفريقي. استاد أو مركب محمد الخامس اللي بالمناسبة بيستضيف، خدوا بالكم عشان ده رقم قياسي جديد بيحصل لأول مرة، وفي ظني وفي تقديري لن يتكرر مرة تانية. مركب محمد الخامس بيستضيف نهائي دوري أبطال إفريقيا للمرة الثالثة على التوالي في سابقة لم تحدث في تاريخ الكرة الإفريقية. استضافها طبعا في النجمة العشرة أو البطولة العشرة في الموسم قبل الماضي، الأهلي واجه كايزر تشيفز على نفس الملعب وتوج باللقب العاشر في تاريخه، واستضاف نفس الملعب نهائي دوري الأبطال في الموسم الأخير، وطبعا كلنا عارفين السيناريو وظروف المباراة، وخسر الأهلي لقب أمام الوداد. ولثالث مرة على التوالي الملعب بيستضيف نهائي دوري أبطال أفريقيا في نسخته الحالية، نهائي مكرر الأهلي والوداد. بكرر مرة تانية، الأهلي بيدخل المباراة دي بالأفضلية. واحد، أفضلية الفوز. أنت داخل وكعبك أعلى، أنت داخل وأعصابك أهدى، أنت داخل بتبحث بهدوء عن تحقيق أهدافك، على عكس تماما في معسكر الوداد ضغوط أكتر عليه. وخد بالك وارد جدا لو نجح مستر مارسيل كولر وال11 اللي هيبداوا مباراه النهارده في ان هم يكسروا حده الجمهور، ويا سلام يا سلام لو بهدف مبكر، تفرق معانا جدا في سيناريو المباراه. طيب الافضليه الاولى هي افضليه الفوز والارقام، طب الافضليه الثانيه هي افضليه الفرص. هذه المباراه تنتهي بواحد من 3 سيناريوهات، سيناريو اول هو مكسب النادي الاهلي، سيناريو ثاني هو تعادل النادي الاهلي، والاثنين يحسموا اللقب لصالحنا، والسيناريو الاخير وباذن الله اللي مش هيحصل النهارده ومش هنشوفه هو مكسب الوداد، وده المكسب اللي يهديه اللقب بشرط انه يكون
بنتيجة 1-0. أي مكسب تاني 2-1 3-2 4-3 5-4 عد بقى لغاية لما يعني تزهق، كله يصب في مصلحة النادي الأهلي، فأفضلية الفرص بتصب أيضا في مصلحة النادي الأهلي.